اهو على فكرة يا جماعة، التميس ليه قصة ان هو دخل بيها السعودية ازاي. كان ايام ملك عبد الله رحمة الله عليه عامل حفلة كبيرة قوي، وجايب شيخ الطباخين الكبير، بس ده كان ما كانش جنسيته سعودي. قال لهم ان هعمل تميس وبتاع، عمل التميس وان السعودية ما يعرفوش عنه حاجة، فهو حب قوي ان الملك عبد الله يدوقه، وبعدين عشان الحرس وكده ما كانش عارف يوصل له ازاي، فراح طلع التميس وراح حادف الرغيف على طاولة كبيرة قدام الملك، فمسكوه قالوا له حد يعمل كده للملك ويحدف له رغيف بالشكل ده؟ قال لهم انا حابب ايه ادوقه التميس عشان ده حلو قوي. وهم بيكلموه في نفس اللحظه كان الملك عبد الله خد جزء وراح ايه دقها، فلما دق التميس عجبه جدا، فراح قال له ايه بارك الله فيك، فطبعا فرح جدا وهم سابوه. وبعد كده بقى ابتدوا ايه يكرموه، لانه ابتدى يعمل اكلات حلوه للملك عبد الله وكان مبسوط منه قوي. دي قصه كده انا عرفتها بالصدفه. خلوا بالكم انا كده بزود كمان الميه الكوبايه النص كوبايه الثانيه. كمان التميس بالنسبه للسعوديين مرتبط في ذهنهم برمضان، يعني هما بياكلوه عامه كل يوم، يعني بياكلوا بيه الفول، لكن مرتبط في اذهانهم برمضان، يعني بيحسوا برمضان لما بيعملوا